لصينية البوف بيستري بالبشاميل رح نحتاج لبوف بيستري من السنبلة، نص كيلو لحمة مفرومة، بصلة، معلقة صغيرة ثوم مهروس، معلقة صغيرة ملح، فلفل أسود من الكسيح وبهارات مشكلة. أما للبشاميل فرح نحتاج لأربع معالق كبيرة زيت شعبان، أربع معالق كبيرة طحين، أربعة كوب حليب سائل من لونا، جبنة موتزاريلا من السنبلة، ومعلقتين صلصة الطماطم برضو من لونا. يعني زي ما حكيت لكم الشيف امتياز، احنا متعودين على صينية المعكرونة بالبشاميل مش البوف بيستري بالبشاميل. خلينا نشوف شو السر بالبوف بيستري بدل المعكرونة، طبعا غير انه اذا احنا ما كان عندنا معكرونة. شغلتين اللي هم دسم زيادة طبعا وطعم ألذ، يعني طعمها كثير طيب ورح تستغرب انها معموله من الباف باستري. الباف باستري اللي مستخدميته اليوم انا من السنبله، متوفر بكل السوبر ماركتات والمول، سعره كثير 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 معقول، وهذا الباكيت بيعمل لكم صينيتين. حلو، فانتم اذا بدكم اشتروا الباكيت الصغير اللي بيعمل لكم صينيه كامله وكلفته يعني مش كثير، مش متذكر بالضبط السعر بس لا مش غالي، مش اكثر من دينار ونص. عرفتوا كيف هذا الباكيت سعره؟ فراح تحبوا كثير طعمها. ايش انا عملت فيها؟ جبت صينيه عشان نخفف انه نحط عليها اي دسم زياده، لانه هي طعمها كثير لذيذ العجينه، بتدخل معنا بالمالح بالحلو بكل شيء. جبت لك تعقم ايديكي. طبعا احنا كل دقيقتين بنعقم ايدينا طبعا 100% بهالظروف. هلا بتجيبوها، شوفوا شو الحلو في عجينه البافستري من السنبله، انه بتقدروا تاخذوا 5-6 قطع وتحتفظوا في الباقي. تمام، هيهم شايفين كيف محطوطين مغلفين بطريقه حلوه لحتى اتعب قطعتها لا تغلبوا حالكم. اول شيء انا شو عملت؟ جبت لك هالسكين وبلشت شرائح وحالتي حاله. بعدين اخر الاشي قررت خطر على بالك المقص. قلت انه المقص كثير اسهل، بس اخذتهم بالمقص بهاي الطريقه وعملتهم هيك. اوكي تمام، دخلتهم على الفرن ينشووا. طبعا قبل ما احضر البشاميل واللحمه بيكون امورهم ممتازه بدون ولا شيء بالصينيه. طيب بدك تعمليهم انت هدول كلهم؟ بدك اعمل لك اياهم؟ بدي اخليك تعملي لنا كميه بسيطه لاني انا محضره كميه كثير منيحه. بتقدروا كمان تحضروها قبل بليله هاي الخطوه عشان توفروا على حالكم وقت ليطلع عندكم زي ما انا طالعين عندي هون. لا، وبعدين في كثير ناس كمان بيكونوا جايبين عجينه البوف بيستري على اساس بيكونوا بدهم يعملوها لإشي حلو او لوصفه معينه، ومثلا يعني ما بيعملوا الوصفه وبضلها عندهم بالفريزر وما بيعرفوا لشو ممكن يستخدموها. 100% هي اليوم اعطيناهم وصفه طبخه رئيسيه. 100% طيب عندي اللحمة اللي معصج اللي بدنا نعملها، حطينا بصل قليناه بشوي من زيت شعبان طبعا، وحطينا عليه شوية ثوم. تقليبة سريعة، دايما اللحمة اللي معصجة ما تخلوها وقت كتير طويل على النار، هي مفرومة بتستوي بسرعة وبتكمل سوا بالطبخة. عندنا ملح بالآخر، أنا بحب أحط، ما بحب أحط من بداية اللحمة. عندنا بابريكا، وعندنا بهارات مشكلة. تمام، بحب اتبل اللحمه، هي اللي بتعطي النكهه. شو عملتي بهالفتره الاخيره؟ انا كثير بشتاق لك لاني ما بشوفك كثير. صح عن جد الاسبوع مره. عندنا فلفل اسود. بصراحه يعني ولا شيء، ما راح عليك شيء، ما عملت شيء هالشيء المهم او الشيء. ليش ما بعرف ليش دندونه عاد استراحه دندونه بالحقيقه شعنوني، بس بعرفش بيجيها الهدوء والسكون كيف. لا، هذا الاسبوع مع الحظر كانت يعني قعده رواق وقعده بالبيت، يعني ما فيش شيء، ما كان في اكشن. طيب، ورح ناخذ يدانا معلقتين من صلصه بندورة لونا اختياري، ولكن حسيت رح يطلع اللحمه طعمها كثير اطيب بس تستخدموها، برضه متوفره بكل مكان، سعرها ممتاز، ما فيها اي مواد حافظه. تمام هيك حشوتنا صارت جاهزه، الباف باستري عندنا تقريبا عم بجهز، اللحمه صارت ممتازه، يعني ما بدنا نقلبها كثير وقت. رح نحضر البشاميل كلياتنا كميه اكبر. سوري لا خلص بكفي هيك. بنحطهم بالثلاجه عشان اورجيهم كيف رح، ما رح ياخذوا وقت. البشاميل كيف نحضره يا دانا؟ كيف فصتي ما انت؟ بنحط الحليب وبنحط الطحين ايوه وزبده احكي لك رسبتي في الامتحان ولا ايش يا دانا؟ طيب الله يسامحك. للي بيحضرونا لاول مره، البشاميل كثير طريقه تحضيره سهله، بنخاف يكتل معنا، بنخاف يطلع سميك، بنخاف يطلع سلس، لا طريقه تحضيره كثير سهله. اربع معالق من الدهون سواء كانوا زيت او زبده او زيت وزبده، مقابلهم اربع معالق من الطحين، مقابلهم اربع اكواب من الحليب. اوكي اتفقنا؟ يعني كثير مقاديرنا سهله. أربع معالق، أنا عندي زبدة رح أحطهم، لأنه كثير الناس تبعت لي أنه أنا بستخدم البشاميل الجاهز أيام لأنه ما بزبط معي،
او مثلا بيطلع سميك بيطلع خفيف خفيف. لا صح. اليوم احنا مقاديرنا سهله، عندي زبده بتقدروا تستخدموا 4 معالق، بس انا صراحه راح اخلط شوي من زيت شعبان معلقتين، واخلط زيت الزبدة. معلقتين زبده معلقتين بالضبط. اوكي طب انت احكي لنا شو عملتي بالعطله؟ بالحجر؟ بالحجر يما مليت مليت، انا ما بقدر اقعد. قضيتيها طبخ؟ طبعا قضيتها طبخ والله. شو صورت ايش عملتي لهم اشياء؟ شو صورت فيديوهات ليوم الفيديوهات. طب هم هلا انت بالبيت، انا ما عمري سالتك هذا السؤال، بحبوا بنوار ورامي الحلويات ولا الموالح اكثر؟ احنا بالبيت يعني مش مغرمين حلو. اوكي عن جد يعني مغرمين اشياء مالحه اكثر، بس برضه مشكله لانه كثير بناكل مالح وبنحب الاكل شوي مالح. اوكي عرفتي. ف طب في حدا بيساعدك بالطبخ ولا لا ولا حدا؟ انا لحالك. لا انا اؤمن انه ما بعرف، لو حد يرش ملح نفس رشه ملحي بحسها بتختلف. صح فبعرفش ليش. بس بنوار مش زيك ما بتحب المطبخ؟ لا بحاول اشاركهم والله دانا يعني بحاول قدر الامكان اخليهم يحسوا انه هم بيحبوا يتسلوا ويلعبوا، بحاول اخليهم يحسوا باشياء مفيده. بعدين انا متاكده انه اليوم كل ستات الاردن بدون استثناء مبسوطين بالمدرسه بكره. لسه بدي احكي كلهم. طيب احنا ايش عملنا بالبشاميل يا دانا قبل ما نطلع على الفاصل؟ حطيت معلقتين زيت ومعلقتين زبده، حطيت عليهم 4 معالق من الطحين، قلبتهم شوي للطحين صار لونه ذهبي، حطيت 4 أكواب من الحليب. الحليب السائل إذا متوفر بيكون منيح، مش متوفر بدنا ناخذ 2 معلقة من حليب لونا الباودر نحطهم على كوباية مي ونحطهم على الكميل عندنا. يفضل إنه الحليب ما يكون بارد. أوكي. شو يا شيف؟ بدنا نحط شوي من البشاميل، بس بدي أقول لهم عن البشاميل إني نكهته بملح فلفل أسود، تقدروا تحطوا كمان مكعب مرق بيطلع طعمه طيب، اللي بيحبوا طعم جوز الطيب كمان بيطلع طعمه طيب. بدنا نحط طبقة من البشاميل خفيفة، بنحط عليها بعدين عجينة الفافستر اللي احنا شاويينها. تمام قلتي لي ايش بقولوا لك؟ قاعدين بيقولوا لي حاسين انه بكره زي كانه اول يوم عيد، عشان عشان بكره اول يوم مدرسة، عشان لانه قبل الفاصل كنا عم نسأل انه متحمسين الامهات انه بكره اول يوم مدرسة وبدهم يبلشوا الاولاد يرجعوا على الروتين ويرجعوا على المدرسة، فشاركوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك، بلشوا الامهات كلياتهم بيقولوا لنا حاسين انه عيد بكره، انه اول يوم مدرسة متحمسين كلياتهم، طلعوا زي الشيف امتياز مبسوطة ومتحمسة مش مصدقة. بحكي لك انا مثال للام الاردنية، ايش اللي اولادك مش بالمدارس بزهقوكي. لازم افرجيكي الفيديو اللي هلا عم بينزلوه على السوشيال ميديا من السيارة وعم بزت الأولاد زت من السيارة إنه مشان الله انزلوا مشان الله روحوا على درسة. عن جد هيك؟ آه أوكي ماشي، الكل متحمس. هلأ أنا بس تبلش مدرسة بصير أحزن يا ربي أنت تبلش العطلة. صح لأنه بزهق تدريس وكذا يعني ما بتعرفي ليش مود. ما في حدا مبسوط على إشي، لا القعدة عجبتكم ولا المدرسة عجبتكم. مش كنا نساوي شو بدي كيف مريحة حالك هلأ لساتك عيش عيشي حياتك عيش الحياة. طيب هلا كمان في سؤال عم بيوصلنا كمان بتقول لك ديانا لازم كان اليوم الحلو كمان بالبوف بيستري عشان نستخدم العلبه كامله. طيب والله لسه كانت مروة عم بتقول لي عن الاصابع الموالح، قلت لها في كثير افكار رح نعملها بالبوف بيستري، بس خذوا الكميه اللي بدكم اياها ورجعوها على الفريزر، يعني عادي مش شرط تستخدموها كلها، وقلت لكم جيبوا العلبه الصغيره. شايفين الوصفه قد ايه حلوه؟ رح ارجع احطها بشاميل كثير لذيذه وطعمها كثير طيب. لا وبعدين انت كثير عملتي وصفات من قبل بالبوف بيستري، فبقدر يفتحوا على قناتنا على اليوتيوب وشوفوا شو الوصفات اللي بالبوف بيستري اللي عاملينهم بالحلقات السابقه من برنامج بهار ونار، الا ما تلاقوا لكم شيء يعجبكم. مش اقول لهم استعملوا شو، اقول لهم وصفه عملناها ببهار ونار وسريعه وطيبه، بس جيبوا البوف بيستري قطعوهم نفس الشكل، بعدين حطوا كميه شوكولاته، بعدين ارجعوا حطوا عجينه بوف بيستري واخبزوها بالفرن، رشوا عليها سكر باودر، اسكى حلو واسرع حلو في الدنيا. شوكولاته ايش؟ عادي شوكولاته الدهن او بيقدروا يحطوا الشوكولاته العاديه، شايفين بس حلو. هيك أوكي. هلا شو بدنا نعمل فيها؟ بدي استغلكم من التوفه، من بدنا نحط عليها جبنه الموتزاريلا اللي من السنبله برضه وندخلها على الفرن. قديش بتقعد بالفرن؟ ابدا ما بدها تقعد وقت، لانه احنا عارفين انه كل شيء فيها مستوي، بس يا دوب 10 دقائق لتتسبك كل الصينيه مع بعضها.